زي كل الفواتح ده اللي موقف فقهي. موقف فقهي، لكن الشفرة هتأكد ان الفتحة آية. لأن رقمها لو اتشالت كل الشفرات تبوظ. اللي هي بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا قلنا بسم الله الرحمن كم حرف؟ 19 حرف. فبقى عندي آية بتقول لي 19، سورة بتطلع لي 19 من آية، اللي بعدها بتطلع لي 19 حرف ما قابلش القسمة. فحبينا ندور على نظام للإحصاء، فلما جمعنا 4 و5 9 من 19 10، ورحنا الفجر لقينا الجوز والفرد، والجوز والفرد هو اللي هيمشي في طريقة الحساب. هننتقل للحروف بسرعة للفواتح. أنا عندي ومثلنا هنا في المربعات دي 114 صورة، الصور الغامقة دي هي 29 صورة اللي بدأ بالحروف التهجي. في 29 صورة بدأ بحروف اللي هي نون قاف ألف لام ميم هم بالترتيب. هم عندي أوكي. ألف لام ميم جاية 6 مرات، ألف لام راء 5 مرات، أوكي، وبعدين إلى آخره. دول ابن جرير الطبري بعد ما قعدوا 200 سنة يدوروا في القرن الأول والقرن الثاني من الإسلام، طلع بالنتيجة أنه لا يكون منها إلا جملة واحدة بس، نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر. كل الحروف أما تتركب على بعض، تتركب على بعض تمام، بتطلع منها جملة نص حكيم قاطع له سر. له سر. يبقى إذن النص الحكيم القاطع هو القرآن، وله سر الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في سر. طيب مشينا في الخطوة اللي بعدها، الجملة الوحيدة اللي تطلع منها هي نص حكيم قاطع له سر. بعض ممكن الواحد يقول نص قاطع حكيم، قاطع حكيم يعني، لكن ما تطلعش منها كلام تاني خالص. ما يطلعش منها أي نوع من تركيبة للكلمات، والحاسب الآلي هيأكد الاسم. هنشوف دلوقتي سبحان الله سبحان الله هيأكد نص حكيم قاطع. هيطلع ثلاث أسامي، نور الإيمان، نص الحكيم القاطع، وأخطر من كده الرسالة الأخيرة. يعني من هنا ليوم الحساب ليوم القيامة خلاص، لأن الرسالة الأخيرة معناها أن سيد رسول الله مذكور في القرآن أنه خاتم النبيين، خاتم الرسل اكتملت بالرسالة الأخيرة. فهو خاتم الرسل الآن بظهور هذه الرسالة. احنا حبينا نوري الجمهور أن احنا ما دخلناش في الحاسب الآلي أي حاجة غير عادية. اللي بالأحمر اللي على الشمال تحت دخلنا الكتاب بالترتيب النزول، الترتيب الحالي، الحروف، الجذور، نظام الإحصاء اللي قلنا جزء وفرد، ونظام الحاسب الآلي. وبعدين حبينا قلنا بقى في ناس كتير اتكلمت عن الإعجاز في القرآن، 5 رقم معجز، 7 رقم معجز. جمعنا قلنا هنحط دي ونسميها الثوابت الإسلامية. عملنا الكلام ده على الحاسب، فثبت ان في شفرات حامية القرآن، حامية 7 حاجات، الحروف والكلمات والآيات والصور والكتاب كله وحروف التهجي ولفظ الجلالة. الثوابت اللي احنا اخترناها 5 و6 و7 كل واحدة فيهم لها تفسير إسلامي. 5 أركان الإسلام، بنصلي 5 ركعات في اليوم، 6 يوم. دي الحروف بقى، دي الأرقام المذكورة في القرآن حبينا نحطها طلعة اللي هي المسلمين ما يختلفوش عليها. اللي هي 5، الخمسة اللي هي أركان الإسلام. أركان الإسلام، الأركان الإسلام الخمسة، بنصلي 5 مرات في اليوم. عندنا 6 أيام الخلق، 7 سماوات ومثلهن في الأرض، وعندنا 7 آيات في الفتحة، عندنا 11 صيغة لفظ الجلالة، 7 أيام في الأسبوع، 7 أيام في الأسبوع. عندي 11 عدد صيغ لفظ الجلالة المذكورة في القرآن، الله ولله وبالله والله وتلا إلى آخره، 11 صيغة. عندي 14 حرف نوراني هجائي، عندي 17 ركعة بصليهم في اليوم لما جمعهم كلهم، عندي الفروض بتاعتنا، عندي 19 اللي هو الرقم اللي خدناه من السورة، وعندي 23 سنة مدة نزول، مدة من بدء الوحي لغاية آخر الرسالة، عندي 29 صورة بدأت بالفواتح، وعندي 57 لغاية ما وصل ل 114. أنا شايف مدام الدكتورة بتبص للساعة. لا لا لا، أنا عشان بس الجمهور يتابع ويفهم. النص بقى عملتوا إيه في الأرقام دي كلها؟ حطيناها في الحاسب الآلي. أوكي. إحنا دلوقتي الحاسب بقى جاهز، فيه الحاجات اللي قلنا عليها دي، ما فيش فيه اي برمجه من عندنا احنا خالص، اكتر من الحاجات العاديه اللي اتحطت جوه النص.
كما هو مكتوب كما كتب في عصر الرسول، حبينا نحط للناس صورة عشان يفهموا. كما كتب في عصر كما الرسول كتب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، كتبه الوحي هكذا، ما كانش فيه لا نقط ولا كان فيه تشكيل. كتب في عصر الرسول ولا بعديه؟ لا كتب لما هو ما دبلاه على كتبة الوحي. تم هو بنعرف دايما انه تم جمعه في عصر سيدنا عثمان، هو كتب الاول ثم بعد وفاة الرسول حفظ وبعدين جمع في وقت سيدنا عثمان، وعشان كده بنسمي النص العثماني. بس النص العثماني بقى أضيف عليه النقاط وأضيف عليه التشكيل والحاجات دي كلها. اللغة بقى عندنا الأبجد هوز بتاعتنا التقليدية هي دخلت الحاسب، وإحنا ورينا الناس بالأبيض. الكلام ده كله بالمناسبة هيبقى موجود في كتاب، يعني أبجد هوز حضرتك حطيته الأرقام مع كل حرف، يعني ألف تبقى واحد، ب تبقى اثنين، جيم تبقى ثلاثة، وهكذا 28 حرف. تمام. أنا أقدر أعد اسمي إبراهيم وأنا بكتبه ألف ب ر ألف ه ه ميم بالعد العادي، وأقدر أجي أقول الألف واحد في أبجد هوز والب اثنين في أبجد هوز، بس الر والر هدور عليها، الر عندي فين هنا أهي 20. أيوه. يبقى انا اصبحت بستبدل بترتيب ابجد هوز. ابجد هوز ادي بقى الحته اللي حضرتك كنت بتسالي فيها. عندي بعد كده، بصي بقى حضرتك، عشان هم هيستعملوا بعد كده الترقيم بتاع حروف ابجد هوز، مش الابجديه العاديه في الحصول على الشفره. أيوة. بقى في مش الابجديه العاديه. هنخد بقى الناس اكتر. العبري القديم له ابجد